مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من عربود، البرنامج يلي بياخذنا بجوله بعالم الفن والترفيه العربي والعالمي. ولكن بالبدايه خلونا نتعرف سوا على عناوين حلقه الليله. الليله بعربود وتحديدا من القاهره لقاء خاص مع النجم وليد توفيق. كنت بجوله بالمركب، سوري خطفوني، اطلعوا معي لقلبكم. فيلم 19 بي بيجمع ناهد السباعي بسيد رجب من جديد. 19 بي طور شكل السينما، من الحاجات اللي حمستني جدا. مهارات مشاهير هوليوود بالطبخ. فيلم وداع عن جوليا وانتصار للسينما السودانية. أول فيلم سوداني يدخل المهرجان كان السينمائي بشكل أوفيشل. عبير نعمة تعود إلى أيام الجامعة. كتير في إيموشنز، كتير في نوستالجيا. بلو آي في تسير على خطى والدتا بيونسي. فيلم 19 بي هو من أول الأفلام يلي افتتحت موسم عيد الأضحى من بعد طرحه بدور العرض السينمائي من أيام قليلة، والكل كان متحمس لهالفيلم خاصة من بعد النجاحات والإشادة يلي حصدها من قبل النقاد والجمهور من بعد فوزه بثلاث جوائز بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وهالحماس أكيد انتقل لأبطاله سيد رجب، ناهد السباعي وأحمد خالد صالح. عشر بيتطور شكل السينما بسبب الوحدة والحيوانات. فيلم 19 بي قدر يوقع سيد رجب في حب دور حارس فيلا وحيد، وتحول الفيلم لتجربة من مواجهة النفس وتحدي، خاصة انه اول تعاون بينه وبين المخرج احمد عبد الله، وكمان تصوير في لوكيشن واحد. 19 بي من النوعية دي بيخلي الناس تفكر وتشوف تعمل ايه، وبيخلي الناس تواجه نفسها وتشوف هي ايه. انا بشكل شخصي واجهت نفسي وشفت انا قد ايه خايف وقد ايه مرعوب وقد ايه بخاف من الاخر وهواجهه ازاي وحاجات كده. اتبسطت بالفكرة الوحدة والخوف والرعب اللي الشخص عايش فيه، وحسيت ان نفسي اخرج شوية الرعب والخوف اللي عندي. وفينا انا مكان ده انا اكل منه. بينضم للبطولة احمد خالد صالح اللي بيقوم بدور سايس، وناهد السباعي كبنت سيد رجب اللي كمان بيتعاونوا لأول مرة مع المخرج أحمد عبد الله. أولاً الشغل مع أستاذ أحمد عبد الله في حاجات كتير جديدة، وأنا بسطت قوي إن أنا اتعلمتها. يعني قريت الفيلم عجبني جداً جداً، حسيت إن هو تشالنجينج قوي، ممكن يبان فيلم بسيط وانت تتفرج عليه تحس إن هو فيلم ناعم جداً بسيط، بس هو تنفيذه صعب قوي. وجود أستاذ أحمد عبد الله على رأس العمل إن هو المخرج والمؤلف بتاع الفيلم، دي من أكتر الحاجات اللي حمستني. معرفتي بأنه هو أعماله دايماً بتبقى مختلفة، ورؤيته للشخصيات اللي بيقدمها وللممثلين اللي معاه بتبقى مختلفة، وفعلاً هو ده اللي حصل. كمان قابلنا مخرج ومؤلف العمل أحمد عبد الله اللي فاجئنا بسرعة كتابة وتحضير الفيلم برغم صعوبة الظروف. أنا كتبته في فترة الكوفيد، الحقيقة أحضر في وقت قليل جدا، لأنه حتى السيناريو اتكتب في وقت قليل، وكنت محظوظ أنه محمد حفظي صديقي المنتج تحمس له على طول، وأول ما قرأ النسخة قال يلا نصور على طول. فالحقيقة بدأنا تحضير وكتابة النسخة النهائية من السيناريو في نفس وقت التحضير، فالعملية مشيت بشكل سريع جدا الحقيقة. وكلمونا أكتر عن وجود حيوانات في اللوكيشن اللي بالنسبة لهم كان أحلى وأصعب جزء من الفيلم. طبعا لما لقيت إن في حيوانات وقطط وكلاب وبتاع سعدت جدا، لأن أنا علاقتي بيهم لطيفة خالص، وقلت إن أنا هلعب بقى معهم. بس اتضح طبعا الموضوع مش كده خالص، لأن هم مش متدربين، فكان لازم أبدأ أعمل علاقة معهم. العلاقة اتوجدت بسرعة جدا، لأنهم يعني أي حيوان سواء كان قطة أو كلب أنت ممكن تعملي معاه علاقة في خمس دقايق. إنما عشان تطوري العلاقة ديت وتطلبي منه حاجات، أو تقولي له تعالى فيجي أو روح أو لازم يأكل دلوقتي أو بتاع، هو ده المشكلة شوية. ولكن العلاقة، علاقتي بالحيوانات أنا لطيفة وبحبها، وأي حيوان بشوفه بتعامل معاه.
فكانت العلاقة مش مشكلة خالص، ولكن تكنيك الشغل هو اللي كان مشكلة مع الحيوانات. كله في لوكيشن واحد وكله حيوانات، والحيوانات كلها ما كانتش مدربة، كانت حيوانات فعلا حقيقية، حيوانات شارع، قطط وكلاب. فدي من الحاجات اللي حمستني جدا الفيلم. المشهد الافتتاحية بتاع الفيلم، القطة بتمشي وبتخش عبر طرقات الفيلم وبتورينا المكان، بنشوفه عبر القطة اللي بتدخل المكان ده. كان مفروض يتصور في ساعتين في يوم من الأيام، لكن حقيقة احنا صورناه على مدى 6 أيام، كل يوم بنحط له نص ساعة أو ساعة ونشوف القطة النهاردة مستعدة تشتغل فين. فاحنا الحقيقة كنا بنشتغل حسب استعداد الحيوانات اللي معنا، لأن احنا مش بنضغط عليهم خالص، وبنشوف هم امتى هيكونوا مستعدين يشتغلوا وامتى مش مستعدين. الفيلم حبيته، حبيت الشخصية وحبيت مشاعرها، وحبيت ان انا اقدر اعبر بقى رهام بالنسبة لي. انا شايف ان 19 بيه هيحقق نجاح سينمائي وهيطور شكل السينما، لان شكل السينما مش هيتطور غير لما نعمل اعمال مختلفة. لكتير من مشاهير هوليوود قرروا انه يحولوا شغفهم بالطبخ الى بزنس، ان كان من خلال تقديمهم لبرامج طبخ، او من خلال جمع وصفاتهم بكتب، او من خلال تأسيس مطاعم فاخرة. وهيدا يلي رح نتعرف عليه سوا بهالتقرير. كامين دياز من خلال شهرتها ونجوميتها كانت رول موديل للكثير من السيدات، ولكنها ايضا طاهيه موهوبه بالفطره. First thing I'm gonna do is cut the onion. Gonna put a little bit of olive oil in a hot pan. فهي بتحب الطهي وبتعتبره لغه من لغات الحب. قامت بتاليف كتابين، احداهما عن الصحه والغذاء The Body Book، بتشارك خلطتها السحرية لتصبح أكثر سعادة وصحة وقوة، مستوحاة من تجربتها الشخصية. We don't allow ourselves to age gracefully, and we feel like if we're not like we were when we were 25 years old, if we don't look the same, that we have failed in some way. Reese Witherspoon من أشهر وأهم ممثلات الكوميديا، ومع ذلك فهي طباخة ماهرة وبتحب الطهي لعائلتها كثيراً، وهيدا أهم الأسباب يلي دفعها لتأليف كتاب عن الطهي بعنوان ويسكي أتيكاب، والذي يحتوي على وصفات مختلفة عن نشأتها في الجنوب ووصفات جدتها المميزة في الطهي. كريسي تيغن أحد أشهر عشاق الطعام، وعلى الرغم من إنها عارضة أزياء إلا أنه هذا لم يمنعها من عشقها وحبها للطهي، وأيضا تناول الطعام الشهي واللذيذ. وقامت بنشر كتابين للطهي Craving and Hungry for More بالوصفات الخاصة يلي بتحبها، وبتشارك متابعيها على هير فلوج بوصفات سريعة مع والدتها وعائلتها. إيفا لانغوريا، هذه الممثلة الأمريكية نشأت منذ الطفولة على حب الطهي، ثم أخذت حبها للطهي لمستوى آخر، فقد امتلكت أكثر من مطعم. وبما إنها دايماً شغوفة بالطهي، نشرت كتاب باسم إيفاز كيتشن، وقامت بمشاركة وصفات كثيرة من بصمتها، وخصوصاً وصفتها المميزة للتشيكن تورتيلا سوب يلي قامت بتعديلها على مر السنين. أليشا سيلفرستون من التمثيل أيضاً إلى الطهي انطلقت، فبالرغم من كونها ممثلة مشهورة إلا أنها أصبحت طاهية للأطعمة الصحية النباتية. مش بس هيك، هي كمان أنشأت موقع إلكتروني يسمى The Kind Life للطهي النباتي بالكامل، وبتشارك فيه وصفاتها المفضلة، كما أصدرت كتاب بعنوان The Kind Diet بتقدم من خلاله وصفات ونصائح صحية وسهلة. وهلأ بنقدر نقول إن الطهي من أهم أنواع الفنون. نورث ابنة كيم كارداشيان تدخل عالم الأعمال. عبير نعمة تستعد للقاء جمهورها المصري مجدداً.
مين منا ما بحن لأيام دراسته الجامعية يلي أكيد شفنا بين جدرانا ذكريات ما بتتنسى؟ لهيك استحبنا الفنان ميشيل حوراني مقدم برنامج قبل الضو يلي عم ينعرض على شاشة الـ LBC بجولة داخل الجامعة يلي درست فيها الفنانة عبير نعمة ببيروت ويلي شهد مسرحها على بداية انطلاق مسيرتها الفنية. ذكريات ما بتنوصف وشعور ما بيتنسى عاشته عبير نعمة أثناء دخولها جامعتها القديمة بلبنان ويلي استرجعت فيها ذكرياتها المختلفة يلي كان من بينها تجربها على خشبة المسرح. كتير في emotions، كتير في نوستالجيا، كتير في لحظات مؤثرة وعودة للماضي، للجذور، للطفولة. كمان أنك تشاركي هالمومنتس مع حدا مثل ميشيل هالقد مثقف، هالقد مرتب، هالقد محترم، بدك حدا بالمقابل مليان حياة وذكريات وتاريخ تتعملي هالحلقة هيك الحلوة. أنا هيك بشتغل، أنا مؤمن كتير بالتواصل الكتير مباشر مع الضيف. كيف إذا كمان أنا وإليان عنا معرفة مع بعض وهي جلسة مش كل الضيوف بتطول هالقد، سحبت 6 ساعات قد ما نبشنا بالماضي والذكريات. شغلة بدي أقول أول شيء يعطيكم العافية، عاملين حلقة روعة. أنا وعبير قلنا بنشتغل مع بعض 15 سنة، لما قعدنا مع ميشيل عرفت أشياء أنا عن عبير ما بعرفها، هذا السر عند ميشيل، يعني عن جد شابوبا ميشيل على اللي عملته مع عبير وثانكيو على هالثقة يلي حطيناها بين إيديك يعني لعبير بثقة تامة. كانت عاملة شوية حاجز أول شيء دفاعي إنه إذا اختور هلأ كسرني أنا شاطر أكسر هودي الحواجز، ما هيك أو لا؟ وارتاحي، هي حلقة لازم تكون هالقد حقيقية هالقد طبيعية، رائعة وكتير في ثقة، يعني بتحسي إنه بتوثقي فيه، بتأتمني على نفسك على أخبار. شي حلقة استثنائية بكل ما أي سأل مسي على أجمل ناس بيبقى ناس. وما كان فينا نلتقي بعبير من دون ما نحكي عن حفلتها الأولى بمصر والغناء على مسرح دار الأوبرا وكيف كان تفاعل الجمهور معه. مصر عن جد غير، يعني الوقفة على مسرح على دار الأوبرا بدار الأوبرا المصرية عن جد حلو، والشعب المصري قديه لطيف، قديه مهضوم، قديه بيضحك، قديه بيسمع، قديه بيقدر. يعني ما كنت متوقعة هالتفاعل، عارفة إنه الناس ناطرتني بمصر مثل ما أنا ناطرة ألتقى فيهم، لأنه مصر فعلا هي يعني أم الدنيا. حقيقة يعني الفيديو اللي كل الناس شافته هو طلع بالتحديد من أرب وود ومن كاميرا صديقي بلال، يعني يلي كان حاضر الحفلة، أنا بشكره كتير. شو بدي أقولك، يعني كان في ست كتير مهضومة حابة كانت تفتح معي حوار ونقاش كل الحفلة، قطعت أول مرة، تانية مرة، تالت مرة، بعدين خلص فرطت، وبس تضحكي خلص ما بيعود فيك توقفي. فأنا يعني فتحت معي ضحك شي دقيقة ونص على المسرح، بعدين مشي الحال وكفينا الحفلة، بس كانت مومنت كتير لذيذة يعني. أما عن أغنيتها الأخيرة بعدني بحبك ويلي تخطت 1,000,000 مشاهدة كان عندها قصة مختلفة. هالغنية أنا بحبها كتير، سمعتها من نبيل، كانت ملحنة طبعا مثل كل الأغاني اللي بيلحنوا نبيل من شاب لصبية، وكالعادة نبيل قلب الكلمات من صبية لشاب لأنه ما بيزعلني. تحكي عن ألم امرأة بعدها عم بتعاني أو عايشة بحالة حب، قصة ما انتهت وهيدي حال الدنيا. الغنية يلي بدها تعني لي بدها تكون كلامها حلو، فيها قصة، فيها مساج معين، فيها حالة معينة، بدي غنيها أنا بشغف، بدي أنا أتبنيها. بس أنا أتبنى العمل، بعرف أنه رح يطلع معي بشكل مختلف والناس رح تستقبله كمان بشكل مختلف. كيفك لا عم بفتش على أغنية مصرية، صار في كذا احتمال رائعين، عندي كذا حفل بالصيفية، عندنا جراش، عندي أمريكا، عندي أستراليا، عندي مصر، يعني في كذا حفل برات لبنان، تونس، كمان في بلبنان مهرجان جوني انترناشنال فيستيفال ب 26 جولاي.
بلو آيفي ابنة جيزي وبيونسي صارت حديث العالم مؤخراً من بعد ما ظهرت إلى جانب والدتها بإحدى حفلات جولتها الغنائية. أما نورث ابنة كيم كارداشيان وكانيي ويست فالهيئة أنها رح تكمل مسيرة كارداشيانز جينرز فاميلي من بعد ما التحقت بعالم الأعمال. ومش بس بلو ونورث يلي صاروا على خطى والديهم، ولكن في كتار من أبناء النجوم العالميين عم تنطرن شهرة فوق الخيال. والبداية رح تكون مع بلو آيفي كارتر بنت جيزي وبيونسي يلي بتبلغ من العمر 11 سنة ويلي لطالما كانت مصدر إلهام إلهم من وقت ولادتها، إلى أن أخطت خطواتها الاحترافية الأولى نحو الشهرة وهي بعمر 5 سنين وقتها شاركت مع جيزي بألبوم 444 من خلال أغنية We Family ويلي أظهرت فيها her rapping skills. Boom shakalaka, boom shakalaka. Everything in shaka, everything in faka. Everything. طبعاً إلى جانب تعاونها مع والدتها بكتابة أغنية Brown Skin Girl يلي كانت ضمن أغنيات ألبوم Black is King يلي فازت بفضلها على أول جائزة غرامي بمسيرتها الفنية لتصبح تاني أصغر فنان بيفوز بهالجائزة. هالخطوات جعلت من آيفي أغنى طفلة باليو اس اي حيث تقدر ثروتها ب 500 مليون دولار أمريكي، وهيدا الرقم رح يتضاعف قريبا خاصة من بعد ما شاركت والدتها بإحدى حفلات جولتها الغنائية رينيسانس وهاللحظة كانت فايرل على السوشيال ميديا. وعلى أي حال نحن بانتظار The Next Queen Bee. إنه يكون والديك كيم كارداشيان وكاني ويست فأنت ضمنت شهرة واسعة من دون أي مجهود، وهيدا يلي صار مع بنته نورث يلي بتبلغ من العمر 9 سنوات ويلي عم تخطف الأنظار بكل ظهور لألا، خاصة لأنها صارت الليتل فاشينيستا والكل عم بيترقب إطلالتها. كما أنها أكتف على تيك توك مع متابعية يلي تجاوزوا 15 مليون وذلك من خلال فيديوهاتها العفوية. ولأنه لك ماذر لك دوتر عم تستعد نورث للانضمام إلى عالم الأعمال من خلال طرحها لسكين كير برودكتس وخط خاص بألعاب الأطفال بالتعاون مع والدتها كيم. ومن هون صرنا منعرف مين رح يكمل مسيرة The Kardashians Family. وهلا رح نروح إلى Daddy's Little Sons Asad and Willem أبناء دي جي كاليد اللي ثروتهم تتجاوز 200 مليون دولار وهن بس بعد ما تخطوا 7 سنين من عمرهم، وهالشي لأنه تعلق والدهم فيهم خليه يسجل ألبوماته الأخيرة باسمهم ليضمنوا الحصول على جزء المبيعات. ولكن أساد عنده موهبة موسيقية فهو عم يدرس الموسيقى وعم يتعلم بيانو، والسؤال يلي الكل ناطر إجابته، هل رح يقدر أبناء المشاهير تكملة مسيرة أبيهم أم المقارنة بين الأجيال رح تخليهم يقعوا بفخ الفشل؟ بعد الفاصل وليد توفيق بياخدنا برحلة بالنيل. صعوبات واجهت فيلم وداعا جوليا. قدر فيلم وداعا جوليا للمخرج محمد كردفاني والمنتج أمجد أبو العلا
أنه يوضع السينما السودانية على الخارطة العالمية من بعد الإشادة يلي حصل عليها عقب عرضه بمهرجان كان السينمائي، وتمكن من الفوز بجائزة الحرية من لجنة تحكيم مسابقة أن سارتان روغار. نحن التقينا بالمنتج أمجد أبو العلا وكشف لنا عن كواليس هالتجربة يلي ما كانت سهلة أبداً. لا شوف العبيد دي في شو؟ وداعاً جوليا يصنع أرضية جديدة للسينما العربية أكثر من مجرد فيلم، فيلم لا يصنعه إلا الأحرار. هيك كانت آراء النقاد بالفيلم السوداني وداعا جوليا للمخرج محمد الكردفني والمنتج أمجد أبو العلا. لهيك صار أول فيلم سوداني يصل رسميا لمهرجان كان السينمائي، خاصة لأنه بيحكي عن الأزمة الكبيرة في المجتمع السوداني بعد الانفصال في 2011. أنا مبسوط جدا بأنه يعني في الظروف اللي فيها السودان دلوقتي والظروف الحرب اللي بيمر بيها نقدر نقدم للشعب السوداني والعرب الفرحة دي بتاعت أول فيلم سوداني يدخل المهرجان كان السينمائي بشكل أوفيشل. أتمنى إنه السينما السودانية يكون في حاجات أكتر وأكتر ونقدر أقدم سواء كمنتج زي وداع عن جولي أو كمخرج سيستموت في 20 مشاريع أكتر. صناع الفيلم كانوا متوقعين فوزه بإحدى جوائز المهرجان، خاصة بعد تصفيق الجمهور له لمدة 7 دقائق بعد العرض. بعد عرض الفيلم ما قدرناش نبقى عاديين، أنا ومحمد كردفان المخرج ومحمد العمدة المنتج والمنتجين كلهم قاعدين بنعيط. احنا بنعيط ليه مش فاهمين، بس اعتقد تضارب المشاعر استقبال الفيلم وحب الناس ليه هناك في كان كنا بنمشي في الشارع الناس بتكلمنا على الفيلم. الفيلم فاز بجائزة افضل سيناريو عن فئة اون سورتان ريغار ويلي اطلق عليها لاول مرة اسم الحرية. Of course I thank this wonderful jury and Cannes Film Festival. الجائزة عملت حالة خاصة جدا، تقدير للفيلم فنيا بقى لانه دي جائزة السكريبت، بس كمان تسميتها بجائزة الحرية كأنهم شافوا انه السكريبت بيدعو للحرية بشكل او باخر. زغروطة سوداني حلوة. ويرى صناع الفيلم انه الجائزة هي افضل تتويج للمعاناة يلي واجهوها خلال فترة تصويره بالكامل بالسودان وقت اندلاع الحرب. كفاية ان عملنا الفيلم في السودان بكل المراحل وكل اللي بيحصل فيه ما بين انقلاب عسكري حصل قبل شهرين من الحرب، وكنا حاسين انه في حرب جاية ومعانا كرو من برا ومن ساوث افريكا ومن لبنان وتونس، كان معنا تيم كبير من تونس ومن مصر، فالموضوع كان مقلق اكيد. فالصعوبات كفايه ان احنا كنا شغالين بالجدول اللي بنحطه. نادين صليب المساعد المخرج الاول، نادين كانت بتحط جدول المظاهرات اللي صادر من الجهات معينه بتحطه عشان تعرف انه هنا مش هنصور وهنا هنصور. واخيرا احب المنتج امجد ابو العلا انه يوجه رساله للفنانين السودانيين من خلال عربوت. الفنانين السودانيين اتمنى انهم ما يتاثروش سلبيا باللي حاصل ويفتكروا انه العراق وسوريا وفلسطين الناس دي كلها طلعوا فن راقي جدا وفن جميل جدا من وسط الالم ومن وسط الدمار بالظبط زي العنقاء التي تخرج من بين الرماد. رحله بحث طويله بشوارع القاهره خضع فريق عربود حتى التقى بالنجم وليد توفيق يلي كان بمغامرة على النيل ويلي بتجمعوا فيه وبمصر قصة حب طويلة. لهيك ما تردد بزيارة الأماكن السياحية هنيك بالرغم من أنه كان بزيارة عمل لتصوير أغنية قرب تعالى يا قمر يلي لحنها للفنانة التونسية أمل غربي. يلا بينا أمشي بالمركب يا حاج. رحلة البحث عن الفنان وليد توفيق ابتدت من الأهرامات وانتقلت لشارع المعز اللي برغم انه كان متواجد فيه عشان يصور اغنيته الجديدة ولكنه غير وجهته واتجه الى حي الزمالك وتحديدا الى نهر النيل، وهناك ابتدى لقانا. بتعرف شو كنت بجولي بالمركب سوري خطفوني، اطلعوا معي اللي قالكم. يلا بينا امشي بالمركب يا حاج.
للنيل الحبيب الغالي على قلوبنا كلنا. اهلا وسهلا عرب وود. كان بودي الحقيقه خدنا معاد انه تصوروا معنا هونيك نحن، بس بيني وبينك وصلت انا وإليه خوري، وصلنا على المكان اللي حنصور فيه لقيت فيه مظاهره يا حبايب كتير، مش هنقدر نصور، مكان زحمه كتير. كان نفسي اصور بالحسين واصور برضو بالشارع الحلو هذا، فقلت لا بعدين اخلع هرب وجيت لهون لحتى اخلص اغنيه مصر. صحيح ان تصوير الفيديو كليب ابتدى من المعز ولكنه انتهى معنا. بلدي بلدي يا ام العجايب، تعظيم من غير كلام، انا بيكي وفيكي دايب، مصر يا ام السلام. بلدي بلدي يا ام العجايب، تعظيم من غير كلام، انا بيكي وفيكي دايب، مصر يا ام السلام. انا بيكي وفيكي دايب، مصر يا ام السلام. مع كل الحب ده لمصر كان لازم نعرف ايه هي اكلته المصريه المفضله. كان دايما لما اوصل مصر لازم ناكل حمام، انا ومحمود من ايدين الحاجه ام لبوسي، فسمعتني بقول انا عايز اكل حمام، فاجأتني. تصوري هم حاضرين عشاء هم فظيع كانوا، سبت كل حاجة ومسكت الحمام بقى أكلت حمامتين. رحلة وليد توفيق في القاهرة تضمنت كمان أول تعاون بينه وبين أمل غربي في أغنية قرب تعالى يا قمر، واللي هي من ألحانه. صوت أمل، صوت في أمل إنه يغني الشرقي وبيغني الطرب، وبنفس الوقت حبيت أنا إنه طلعها شوي وعطيها الجو المصري. قرب تعالى يا قمر من ألحاني وتوزيع مصطفى عبد الرضا، والأغنية بإذن الله حتكون أغنية شعبية وحيحبوها كتير. نورتوني، تحية لكل اللي عم يشوفونا. وبعد اللايت انترفيو والدندنة على النيل، ودعنا الفنان وليد توفيق واتجهنا لمقابلة أمل غربي علشان تحكي لنا أكتر عن الأغنية. الأستاذ وليد توفيق صديق في البداية ومن المشجعين، يعني من أول ما سمع صوتي وقال لي أنه حأعمل لك أغنية تلبق على صوتك، فعمل لي أغنية. يعني احنا متعودين على وليد الطرب والأغاني الثقيلة، يعني هالأغنية فيها شعبي مصري مع شوية طرب. هو الأستاذ ما بيعطيك أغنية، يقول لك بس يمسك العود وقال لي قربت على يا قمر، قلت له خلاص ما تكمل ما تكمل، خلص خلصها وبعثها لي. قال لي أنا بعرف يعني شو بلبس لصوتك، يعني هو خبرة ما شاء الله. قربت على يا قمر، قربت على. الفيديو كليب تم تصويره في شوارع القاهرة، وعشان كده قابلنا المخرج عشان يحكي لنا أكتر عن تفاصيل الكليب. حاولنا أنه تكون رياليتي شو أكتر، لأن الغنية مصرية وفيها الروح المصري الشعبي، يعني فإنه نصور عن النيل، نطلع مصر بكل أشكالها والشغلات الحلوة اللي فيها، ونزلنا على المعز ونزلنا على خان الخليلي وصورنا بين الناس وبين الزحمة، فطلع كتير شيء حلو يعني. وشكرا لكم. لهون بتكون انتهت كل فقرات عرب وود، ويلي كان فيها لقاء خاص مع النجم وليد توفيق. كنت بجولي بالمركب سوري خطفوني، اطلعوا معي لقلبكم. فيلم 19 بي بيجمع ناهد سباعي بسيد رجب من جديد. 19 بي طور شكل السينما، من الحاجات اللي حمستني جدا. مهارات مشاهير هوليوود بالطبخ. فيلم وداع جوليا وانتصار للسينما السودانية. أول فيلم سوداني يدخل المهرجان كان السينمائي بشكل أوفيشل. عبير نعمة تعود إلى أيام الجامعة. كتير في إيموشنز، كتير في نوستالجيا. بلو آي في تسير على خطى ولتا بيونسي. انترونا بحلقة جديدة التنين القادم بنفس الموعد. كونوا كتار وباي باي.